انا ندائي نقول حينما تكون هذه الاسلوب هذه الاعلام الجواري او الاتصال الجواري من خلال السيارات المتنقله في المدن تشير الى المكوث او الزام المواطنين في بيوتهم، حينما ينادي نداء صلاه ويقول للمواطنين لازم يصلوا في بيوتهم. دموعك غاليه سي عبد الوهاب، دموعك غاليه. حتى يعرفوا المستمعين ان سي عبد الوهاب برتيما الوزير الاول الجديد من الوزراء، ولا ابقيتني معك، راهم في خليه ازمه، ما يغادروش الوزاره الاولى، اعوان الشرطه عندهم بزاف ماهمش يخرجوا من ديارهم. دموع انه عبد الوهاب تاثر كثير وراه يبكي يذرف الدموع من اجل هذا الوطن الغالي، هذا الوطن يستحق منا جميعا انه نوقفوا معاه، انه نازروا معاه، انه نكونوا يد واحده باش نوقفوا بلادنا. كلنا عندنا غير على هذا الوطن، كنا حابين انه يكون الدوله تاعنا في مصاف الدول العظمى، ولكن الدول العظمى ما بناتش نفسها بالامنيات، لا تؤخذ الدنيا بالاماني وانما تؤخذ الدنيا غلابه. نحن ماناش بحاجه باش نبكي على جال هذا الوطن. انا نوض على 5 تاع الصباح، ما نرقدش حتى 12 تاع الصباح غيري الكثيرين. كلنا سهرانين على جال راحه المواطن، علينا ان نتحلوا. احنا دائما نقولوا احنا راقيين، احنا احفاد احفاد الشهداء، احفاد بن بوعلي، احفاد الحواس، احفاد عميروش، علينا هذا هو نداء.